وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد أكد أن القدس الشريف خط أحمر لا يقبل بتجاوزه، مؤكدا أن إسرائيل بالمساس به تلعب بالنار. وقال أبو الغيط أن ما تفعله دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشددا على أن إسرائيل تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة بإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين فحسب بل العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.